مسابقة القط والفار، والأهلي هيفضل يجري ورا الزمالك دلوقتي لغاية لما الزمالك يتعثر أو يتعادل أو يخسر عشان الاتنين يتعادلوا. ولكن غير كده تقدر تقول لنادي الزمالك بطل الدوري. لو الزمالك كسب الأربع ماتشات بتوعه والأهلي كسب الأربع ماتشات بتوعه، تقدر تقول كده النادي الزمالك هيبقى بطل الدوري المصري يا برنس. النادي الأهلي يكسب إنبي 2-0 ويوصل للنقطة 68، والنادي الأهلي في المركز الثاني يا برنس، وإحنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده بسبب استهتار واستهزاء اللعيبة يا برنس، وفي أخطاء حصلت في الماتشات اللي فاتت كتيرة جدا. أما في مباراة إنبي الأهلي عمل كام حاجة كانت غايبة على النادي الأهلي في المباريات اللي فاتت، ولكن أنا كنت فرحان في مباراة إنبي النهاردة إن الحاجات ديت عادت من جديد للنادي الأهلي، والنادي الأهلي يكسب إنبي 2-0 يا برنس. هنتكلم النهاردة يا برنس على مباراة النادي الأهلي وإنبي وفوز النادي الأهلي على إنبي 2-0. وما تنساش بقى اللايك بتاعك، انت ما بتعملش اللايك، انت ما بتعملش لايك، ولو انت اول مره تشوفنا تنزل تشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس يا برنس، وتصلي على سيدنا محمد، وتنزل في التعليقات هل النادي الاهلي هيقدر ان هو يفوز ببطوله الدوري يا برنس. ده اللي تقدر تنزل تكتبه عندك في التعليقات. وتعالى لي بقى، النادي الاهلي ناقص له اربع مباريات يا برنس، اللي هم ايه؟ عندك طلائع الجيش، عندك المصري، عندك الجونه، عندك اسوان. ماشي، دول الاربع مباريات المتبقيين للنادي الاهلي. النادي الاهلي يكسبه والزمالك يكسب التانيه، هتقدر تقول الزمالك بطل الدوري. ولكن اللي على النادي الاهلي يعمله ايه؟ اكسب انت بقى الاربع ماتشات وشوف الاهلي الزمالك هيعمل ايه. شوف الزمالك بقى هيتعثر، الزمالك هيتعادل، الزمالك هيخسر، شوف الزمالك هيعمل ايه. انت دلوقتي قاعد مستني تشوف الزمالك هيعمل ايه عشان تبقى متفق معايا. النادي الاهلي قاعد بتفرج، الزمالك بقى يتعادل، الزمالك يخسر، انت قاعد بتتفرج. انت النهارده قاعد بتتفرج على ماتش الاسماعيلي والزمالك، الشوط الاول تقول يا رب الشوط الاول يطلع كده، يا رب الشوط الاول يطلع 0-0، شوف الشوط الثاني تفاجأ نادي الزمالك يكسب 2-0 في دقيقتين، جاب جونين. نادي الزمالك السنه دي ما بيهزرش، السنه دي نادي الزمالك داخل بطوله الدوري وحالف يجيب. انا حاسسها اني حاسس فرقه نادي الزمالك غير السنين اللي فاتت، فرقه نادي الزمالك المره دي عندها روح ان هي عاوزه تجيب بطوله الدوري، حاسه ان البطوله قريبه منها. اما النادي الاهلي الحاجات اللي حصلت بعد بطوله افريقيا والاستهزاء والاستهتار من لعيبه النادي الاهلي ان هي تكسب اي مباراه، ما هو ده اللي ضيع من ايدينا المباريات، نتعادل نخسر، عمال نضيع في نقاط. وعلى راي كابتن عماد متعب اللي برجع اقولها لك، اللي كان قايل احنا كان في ايدينا نبقى متصدرين الدوري في سكه اربع لخمس نقاط يا برنس. اما بقى في مباراه انبي والنادي الاهلي النهارده، اكيد كسبنا يعني على الورق الاهلي انبي، طبعا كل احترامنا فرقه انبي، ولكن هنكسب. ولكن ماتش الاسماعيلي ده يعني ده ماتش الموسم، انت متخيل ده ماتش الموسم كله، ده ماتش البطوله كلها، ده ماتش الدوري كله، ماتش الاسماعيلي احنا اللي ضيعنا من ايدينا. شفت الزمالك النهارده طق نزل راح رازع الاسماعيلي هدفين، ولكن احنا اللي عملنا في نفسنا كده. هتيجي تبص النهارده في المباراه، بويلا يقدر يسجل من عرضيه ممتازه من علي معلول، وعلي معلول كده يا برنس بقى مستر يعني دلوقتي كده هو استاذ اسيست في الدوري ب 11 اسيست. علي معلول عمل اوفر لبويلا، بويلا بيقول لهم يا شباب ايه؟ ليه يا شباب؟ انا بجيب جوان، ولكن هو على الرادار الراحلين عن النادي الاهلي بويلا يا برنس. ولكن الحاجه اللي انا قلت لك عليها اللي كانت غايبه على النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت وشفناها في مباراه الانبي النهارده هي الحفاظ على الهدف. انت متخيل؟ انت متخيل بينا نقول الاهلي بقت الحاجه الكويسه ان هو بقى يحافظ على هدف. النهارده شفنا فرقه النادي الاهلي بعد الاهلي لما جاب الهدف الاول، شفنا النادي الاهلي يعني بينا نحافظ، احنا كان ممكن نخش فينا هدف. احنا على طول في الماتشات اللي فاتت بنجيب هدف وبنخاف، نفس اللي حصل في ماتش الاسماعيلي، جبنا الهدف من هنا وريحنا. تكلنا بقى لغايه ما فخر الدين جاب بينا التعادل وبعديها ما عرفناش. النهارده النادي الاهلي راح على يعني راح على المرمى بتاع نادي انبي النهارده كتير جدا، وبويلا رغم تسجيله الهدف ولكن ضيع كميه كرات كتيره جدا جدا. يعني هو ضيع كتير لغايه دلوقتي، انا مش عارف بويلا ده ماله، يعني هو جاب جون كل حاجه كويس، ولكن لا يجيب اكتر. محمد شريف لو كان موجود في ماتش انبي النهارده كان سجل له على الاقل 2 3 جوان عشان نبقى متفقين. محمد شريف دلوقتي بعد ما خلاص يعني حمدنا ربنا اللي احنا بقى عندنا مهاجم
دلوقتي تحس مع يعني لما بيغيب محمد شريف تحس ان النادي الاهلي مفيش. وبعد كده يجي لك قفشه يسجل هدف عالمي ويسجل هدف مزيكا النهارده ماشي. ايه بقى الحاجه الثانيه اللي كانت غايبه على النادي الاهلي ورجعت في ماتش انبي؟ هي التسديد يا برنس. التسديد من بره ال 18، التسديد من كل حته من الملعب. النهارده شفنا كهربا بيسدد، شفنا عبد فتحي بيسدد، شفنا السوليه بيسدد، شفنا كلي، شفنا قفشه بيسدد، شوف ابواي اللعيبه كلها بقى بره ال 18 شوط شوط. فدي كانت حاجه غايبه على النادي الاهلي، اللي احنا نستغل سلاح التسديد، اللي احنا اللي بقى بره ال 18 اللعيبه تبدا تشوط على الجون، شوط على الجون، شوط شوط، جرب الشوط. هي دي النقطه. يعني النهارده كانت حاجه كويسه جدا جدا من موسيماني ان هو خلى الفرقه ان هي تستخدم سلاح التسديد على المرمى بشكل كبير جدا. النهارده فرقه النادي الاهلي قدمت مباراه كبيره جدا جدا امام انبي، رغم في الوقت الاخير طرد رامي صبري للاعب انبي، ولكن النادي الاهلي قدر ان هو يسيطر على المباراه بشكل كبير جدا. ولكن 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 ده برده ما يعملش حاجه، ده برده ما يجيبلكش الدوري، ده برده ما يعملكش اي حاجه. انت تفضل قاعد مستني الزمالك، تفضل قاعد مستني ايه؟ الزمالك يا برنس هيعمل ايه؟ ما تقوليش ان الاهلي هيجيب بطوله الدوري، ما تقوليش يا عم احنا كده كده بنجيب بطوله الدوري، لا. انت لغايه دلوقتي تفضل قاعد مستني الزمالك يعمل ايه؟ في الاربع ماتشات بطوله. تفضل قاعد مستني بس الزمالك يتعادل، يخسر، تفضل قاعد. انت دلوقتي مش في ايديك انت تجيب بطوله الدوري. انت دلوقتي في ايد نادي الزمالك هو اللي يديك بطوله الدوري. يعني نادي الزمالك المره دي هو في ايده يحدد مين بطل الدوري، هو ولا الاهلي؟ انت متخيل دي؟ نادي الزمالك في ايده دلوقتي يحدد مين بطل الدوري، لا يخش نادي الزمالك الاربع ماتشات بتوعه الباقيين له يكسبهم وياخد بطوله الدوري، لا يخش الاربع ماتشات اللي باقيين لنادي الزمالك ويتدلع فيهم والنادي الاهلي يكسب ياخد هو بطوله الدوري. فكده في ايد نادي الزمالك هو اللي يحدد مين هيكون بطل الدوري يا برنس. فانت بتتكلم على منافسه شرسه جدا السنه دي، بتتكلم على كميه مباريات ضغط كبير جدا، مباريات في الفتره اللي فاتت. فانت بتتكلم دلوقتي على مين هيكون بطل الدوري، لغايه دلوقتي ما بتعرفش. انت لغايه دلوقتي على الورق نادي الزمالك، ولكن الماتشات صعبه جدا. النادي الزمالك عنده المباريات القادمه، عنده في يعني مثلا عنده الانتاج، عنده البنك الاهلي، عنده وادي دجله، عنده سيراميكا، عنده اربع ماتشات برده جامدين. والاربع ماتشات اللي عند نادي الزمالك لما الاهلي لعبهم لعبوا مباريات جامده جدا. يعني البنك الاهلي اتعادل مع الاهلي، ممكن يتعادل مع الزمالك. عندك الانتاج الحربي لعب مباراه كبيره جدا امام النادي الاهلي، ممكن يتعادل مع الزمالك او يكسب الزمالك. عندك اسوان نفس النظام، عندك سيراميكا، ولكن سيراميكا بكواليتي اللعيبه الموجوده فيها ممكن تقدم مباراه كبيره جدا جدا امام الزمالك. هو ده الدوري لسه في الملعب يا اهلي، الدوري لسه في الملعب. فان شاء الله نقدر ان احنا نستمر ونكسب الاربع ماتشات بتوعنا، ونستنى بقى نادي الزمالك هيعمل ايه في مبارياته. مش احنا متفقين يعني دلوقتي انت قاعد مستني نادي الزمالك يعمل ايه في ماتشاته؟ يتعادل بقى يخسر، انت قاعد بفكر. انت دلوقتي قاعد بفكر، فما تجيش تلومني او ما تجيش تلوم نادي الاسماعيلي اللي هو ما كسبلكش مثلا الزمالك، او ما تجيش تلوم مثلا فرقه وادي دجله، ما تجيش تلوم فرقه سيراميكا، ما تجيش تلوم فرقه البنك، ما تجيش تلوم الانتاج الحربي ان هم مثلا ما كسبوش الزمالك او تعادلوا مع الزمالك عشان تاخد الدوري، لا ما تجيش تلوم الناس دي. انت ما تلومش غير نفسك انت، انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده، انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي خليت نفسك في المركز الثاني وخليت نادي الزمالك اللي في ايده هو اللي يحدد مين بطل الدوري، انت ولا هو؟ يعني نادي الزمالك هو خلاص في ايده دلوقتي يا برنس هو اللي يحدد مين بطل الدوري. ولكن وصلنا لغايه نهايه الحلقه وكلامنا على مباراه النادي الاهلي ونادي انبي يا برنس، وفوز النادي الاهلي على انبي بهدفين مقابل لا شيء، هدف بويله وهدف قفشه، ولسه النادي الاهلي والزمالك الاثنين مستمرين على صراع على الدوري المصري يا برنس، والمنافسه شرسه، المنافسه شرسه جدا السنه دي يا برنس. ما تنساش اللايك بتاعك، ما تنساش اشتراكك في القناه انت اول مره تشوفنا يا برنس، وصلي على سيدنا محمد، وسلام يا برنس.